أعلن سعادة الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه قد تم تشكيل 3 فرق تقوم بمهام رصد الصيد المخالف في فترة الحظر بالتنسيق مع خفر السواحل والجهات الرسمية ذات العلاقة وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة إلى جانب الرقابة على مرافق الصيد البحري والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك. ونوه بأن إدارة الثروة السمكية لن تتوانى عن مصادرة أي كميات مخالفة لأحجام الأسماك المسموح صيدها. وأوضح أن الحفاظ على المخزون السمكي في البحرين مسؤولية يتحملها جميع الصيادين، مشددا على ضرورة التوقف عن صيد صغار الأسماك. وشدد الشيخ محمد بن أحمد على ضرورة وقف الممارسات المخالفة التي لا تتناسب إطلاقا مع توجهات التنمية المستدامة والحفاظ على المورد السمكي المتوفر في مملكة البحرين. الكراف أو الصيد بواسطة شباك الجر القاعية هي أحدى طرق الصيد التي تدمر الثروة البحرية، وقد أكدت إدارة الثروة السمكية أن صيد الروبيان بهذه الطريقة عادة ما يرافقه صيد جانبي لصغار الأسماك وتلك التي في طور النمو. الإدارة أوضحت في بيانات حديثة صادرة عنها أن صيد الأسماك صغيرة الحجم أو تلك التي في طور النمو والناتج عن صيد الروبيان يتراوح ما بين 60% إلى 70%، وهي نسبة عالية جدا من شأنها أن تشكل خطرا على استدامة الثروة البحرية، وأن بعض الصيادين يعتبرون هذا النوع من الصيد الجانبي يعاد رميها في البحر أو يتم عرضها كسلعا للبيع التجاري، وهو ما يعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها. وأظهرت أحصائيات إدارة الثروة السمكية أن كميات صيد الروبيان بواسطة الكراف بلغت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 46,000 طن متري، متفوقة في ذلك على صيد الأسماك بالطرق الأخرى. والكراف هي وسيلة صيد تقليدية ويمكن أن تصل شباكها إلى قاع البحر، وبالتالي فإن تكرار عملية سحب الشباك على قاع البحر تساهم في إزالة الطبقة الأولية للبيئة البحرية من القاع، مما يزيل معظم الشعب المرجانية التي توفر جزءا كبيرا من السلسلة الغذائية التي تتربى وتتكاثر عليها الكائنات البحرية الأخرى. وكانت دراسة نشرت مطلع الأسبوع قد أثبتت تعرض المخزون السمكي لمملكة البحرين لانخفاض حاد بلغ 90%، وأن النسبة المتبقية وهي 10% من المخزون قابلة للانخفاض بشكل أسرع إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وفورية لحماية الثروة البحرية.